لتأطير الأزمة التي أحدثتها، تقارير تفيد بأن طهران قد تجاوزت الحد المسموح به في تخصيب اليورانيوم. شدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي على ضرورة أن تكون السلطات الإيرانية واضحة وشفافة بشأن برنامجها النووي، وذلك خلال زيارته للعاصمة الإيرانية طهران. وفي تصريحات صحفية قال غروسي إن الوكالة تتطلع لتعاون طهران من أجل توفير ضمانات بشأن برنامجها النووي، مشيرا إلى أن المحادثات تجري حاليا مع إيران حول مجموعتين من الأمور المهمة تشمل القطاع العلمي. وخلال المحادثات كشف غروسي عن انفراجة بخصوص عمل الوكالة مع إيران، مشيرا إلى أن الاجتماعات تجري في أجواء عمل جادة وبصراحة وتعاون، فيما أكد وجود آمال كبيرة حيال العملية برمتها لتوضيح الأمور والحصول على تأكيدات ذات مصداقية بخصوص برنامج إيران النووي. وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية قالت إن جدول أعمال هذه الاجتماعات يشمل مسائل الضمانات المتبقية، فضلاً عن خلافات فنية وقانونية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وذكر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن زيارة غروسي تأتي وسط اتصالات مع طهران لتحديد منشأ جزيئات ذرية تم تخصيبها إلى درجة نقاء تصل إلى 83.7%، وهي قريبة جداً من درجة 90% التي تؤهل لتصنيع أسلحة في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم.